بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. يشرفني ويسعدني أن أكون بينكم في هذا الحفل البهيج احتفاء واحتفالا بالحادي عشر ديسمبر، اللي هو يوم عظيم في حياة الأمة الجزائرية، في حياة الحرية، في حياة الاستقلال، في حياة من ضحوا بأنفسهم فبذلوا النفس والنفيس ليحيى هذا الشعب وتحيى هذه الأمة في رفاهية وفي سعادة وفي أمن وأمان واستقرار. والحمد لله ما يزيد الجو فرحا وسرورا هو هذه العادات وهذه التقاليد من فروسية ومن إطعام في هذه البلدة المضيافة، بلدة مهدية، لها ما قال الشاعر وهو يمدح بيت الكرم: ألا يا دار لا يسبك هم ولا يكب بصاحبك الزمان، أنت نعم الدار لكل ضيف إذا ذاق بالضيف المكان. فالحمد لله هذه عاداتنا وتقاليدنا ستكون سببا في ترابطنا وتلاحمنا وتكاتفنا، وتكون سببا إن شاء الله في تطورنا من الجانب السياسي ومن الجانب الاقتصادي ومن الجانب الفكري لمحاربة التطرف ومحاربة العنف بشتى أنواعه. فالحمد لله رب العالمين أن جعل من أمة الإسلام ومن أمة هذه الأمة الجزائرية التي لها تاريخها العريق ولها ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الذي بفضله يكون هذا الجيل جيل يد تسعى دائما لإحقاق السلام وترسم رسالة عالمية إلى العالم كله بكل معاني الحب وبكل معاني التقدير والاحترام. فنسأل الله أن يحفظ أمننا وبلدنا واستقرارنا، وأن يوفقنا وأن يوفق الإخوة الحاضرين والمحاضرين والمنظمين والمساهمين في هذا التنظيم لهذه الدولة الكريمة المباركة. وبجانب أخي وصديقي حاج بدران نطلب منا الدعاء، فنسأل الله أن يوفقه ويوفق الحاضرين بكل خير وأمان إن شاء الله. آمين. الحمد لله رب العالمين، حفظ الله أمننا وبلدنا. آمين يا رب العالمين. أمين.